مشاهدي قناة ديسكو أمين تيفي. تعزية ومواساة، تعزية في وفاة المرحوم الحاج محمد الإدريسي. من مدينة أكادير يتقدم السيد الحاج الصغير إبراهيمي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره في تلقيه نبأ وفاة المرحوم الحاج محمد الإدريسي. قال تعالى: وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. بهذه المناسبة الآليمة يتقدم باسمه السيد الحاج الصغير بعبارة التعازي والمواساة لكافة أفراد الأسرة الصغيرة والكبيرة من حرمه وأبنائه وصديق المرحوم الوفي كأخ السيد عمر العطاري، داعين راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.